وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفيديوهات إخواني يلي منتشرة عن حرائق الجزائر، طبعا يوجد فيهن فيديو غريب جدا اليوم شفته متداول على التويتر بشكل كبير، وهو مخلوقات غريبة تظهر في النار، أو النار تشعر أنها كأنها مخلوق غريب، يعني شغلة تمشي يمشي يمشي يجمع مع بعض وبعدين يسوي انفجار. خلونا نشغل الفيديو مع بعض ونشوف يا ترى هالمخلوقات هاي هل هي مفبركة ولا حقيقية، وعلما أنه النار جند من جنود الله عز وجل، وهي بالأخص أيضا نعمة أنعم الله بها على البشرية. فالنار مذكورة بالقرآن في كانت موطن رحمة وكانت موطن عذاب، مثلا لنار جهنم عذاب، أما النار في الدنيا نطهو عليها الطعام نتدفع عليها فهي أيضا نعمة. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. هاي مثل ما تشوفون معي إخواني هذا الفيديو، شايفين هذا اللهب الأصفر كأنه مخلوقات غريبة أو كأنه مخلوقات من نار تأتي من هذا الطرف إلى هذا الطرف. شايفين إخواني هذا هم مثل ما أنتم شايفين معي، شوفوا إخواني كيف المخلوقات، أو سبحان الله النار وكأنها مخلوقات غريبة أو مخلوقات من نار ما أعرف، سبحان الله عز وجل، يعني فيديو غريب وعجيب. شايفين تأتي لهب بشكل طولاني على لون أصفر فاتح، تأتي من الشمال إلى اليمين وتتجمع مع بعض، وبعدها يحصل انفجار أو تحصل كرة نارية هائلة. شوفين شايفين إخواني بعد ما جمعن مع بعض، يعني سبحان الله مقطع متداول بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على التويتر. شايفين إخواني كيف احترقت الأشجار بعد ما جمعتها، ولا زالت تأتي اللهب من الطرف. شايفين إخواني اللهب كيف يأتي، وكأنها مخلوقات من نار. أسأل الله أن يلطف بالجزائر وجميع وسائر بلاد المسلمين، يعني ما أعرف هل أراد ربنا بنا خيرا أم شر. أسأل الله أن يتلطف بنا ويتلطف بجميع بلاد المسلمين وأن يتم نعمته علينا وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. إخواني شايفين مقطع فعلا اندل يدل على شيء غريب وعجيب، وهذه حقيقة، طبعا هو ليس مفبرك بل حقيقة 100%. ختاما في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.